هو هاز فاوند تو هاف بروي اون روتين اكزامينيشن، عنده بروي اون روتين اكزامينيشن. طبعا مدي اس جي هات ال 1 2 3 4 دول الليتس كلها. تمام ايوه ليتس. اه what is like glucose، يعني احنا عايزين ندور على الكوز بتاعت الحاجات ديت. وفي عنده في اربعة كده في نعم هو في بروي هو في السؤال بيقول في بروي طب بس الدكتور فوق شويه لا لا شويه يعني هات راس السؤال اس جي اوف سي اول ذا هو was found to have been on examination. طيب هتاخد البروي من شوية. أنا أفتح لكم صفحة سيرفايفر بتاع الأخير هو اللي البروي دايما غالبا بيبقى اللي هي الاي في مال فورميشن، تبقى الحاجات بتاعت اللي هي اللي بتعمل البروي. لا متهيألي لو منعنا بس احنا عندنا في نعم نبدا سيستماتيك الاول نشوف الريت الريزم وبعدين نشوف ما احنا كنا عايزين نعمل كده فعلا. اه يعني اه طيب هو مبدئيا الريزم ريجولر هي كلها ريجولر. هو ريجولر باين واضح ان هي ريجولر ريجولر الهارت ريت وزين نورمال يعني عشان ما نقعدش نضيع وقت. اه يعني تقول مثلا 300 على 3.5 يعني هيبقى اقل من 100 99 يعني مثلا ولا حاجه وزين نورمال بالظبط. الاكسس احنا بنشوفهم الليد 1 والليد اي في اف. الليد 1 بيبقى الليد 1 بيبقى فوق وده تحت، يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن. تمام لو رفعت ايدك الشمال ايوه لو رفعت ايدك الشمال يبقى دوت ليفت اكسس ديفيشن في ليد 1 وليد اي في. تمام ماشي يعني هم متخاصمين مع بعض يعني احنا انا فاكرها كده. تمام طيب البي ار كده احنا خلصنا الثلاث حاجات تقريبا الاساسيين. البي ويف شايفينها يعني تقريبا بنشوفها في واحد في 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 بي ويف قبل كل كيو ار اس يبقى ده ساينس ريزم. تمام ده ساينس ريزم ايوه. البي ويف تقريبا نورمال. البي ار انترفال المفروض نورمال من 3 ل 5 شيء كويسه. تمام الكيو ار اس كومبلكس هنشوفها في الليتس اللي هي اللي هي التشيست ليتس اللي هي في 1 لغايه في 6 برضو يعني لغايه 2.5 مش عارف دي متهيألي نورمال ما فيهاش حاجه. هو اصلا الاي في اف مال فورميشن مال الاي سي جي بتاعه بيبقى نورمال والايكو بيبقى نورمال وكل حاجه في فيه بتبقى نورمال. هي البي ويف نورمال هنا ما فيش بي فيها حاجه. البي ويف انا شايف انها كويسه ما فيهاش حاجه. هو في اجابات في الاخر من اول صفحه كام بقى احاول افتحه على ولا ولا ايه مش عارف. هو في فليت 3 الارض الارض طول في طول ارض شويه هو دي الار مش بنعلق عليها هنا فليت 3 بنعلق عليها في في 1 البي 1 في في 1 وفي زت وفي 6 عشان خاطر نشوف العلاقه ما بينهم بالظبط. بنشوف الفي 1 الرايت فينتريكولار وفي الفي 6 وفي 5 الليفت فينتريكولار هايبرتروفي. انا افتح الكتاب. طب هو هات الاجابات موست لايك كوزز بقى هتطلع ايه وخليكوا على السؤال وانا هطلع عني الاجابات. هو بيتكلم عملت كوبي للفايل وحطهم الاثنين جنب بعض. تمام احنا كده شايفين. طيب ثواني احنا كده دي الاجابات بس اطلع لفوق شويه
our answers اهو. طيب خلاص تمام. هو قال الإجابة الواحد الـ Atrial septal defect ostium primum. The discussion right bundle branch block pattern present with RSR pattern in the right side chest lead اللي هي في lead V1 و V2. ممكن V1 زي حرف الام كده. V1 دي عامله ام شيب. ام شيب ايوه اللي هي الاس اس ار. هي مش دي رايت اللي هي بيسموها مارو يعني ام رايت ام مارو الار رايت والثانيه بيسموها ويليام في 1 وفي 2. لا كله في في 1 في الباندل برانش بلوك بنشوف بس الفي 1 تمام. مارو في الرايت باندل برانش بلوك ام فور مارو ار عشان رايت ويليام العكس بيبقى دبليو شيبت ال فور ليفت والعكس بيبقى موجود في 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 6 يعني مارو اولها ام واخرها دبليو الدبليو في في 6 وويليام العكس دبليو في في 1 واخرها ام في في 6 يعني ايه في 1 وفي 6 يعني هو برضو اللي هو رايت باندل بلانش بلوك ولا انت يعني التانية الليفت ما هو ما هو 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 اقول لحضرتك هو في 1 بيبقى تقريبا عكس في 6 تمام هو في 1 تقريبا عكس في 6 فاذا انت شفت ام في الفي 1 اللي هي بتاع الرايت باندل هتشوف بقى في في البي 6 دبليو دبليو بس هنا مفيش فين دبليو هنا لا في يعني نص دبليو شويه مش دبليو كامله بصراحه يعني عندك مثلا في الاخر اذا الكيو ويف صغيره خالص بعدها الار كبيره بعدين الاس يعني في اس في الاخر تمام هنا هنا في في 1 العكس ار اس ار اس ار اللي هي الام خلاص خلينا حتى نقول ام في في 1 وحتى لو شفنا ام في في 1 كفايه خلاص يبقى ام ودبليو في في 1 هنشوف الام هاتي نجيبه دي كده هي دي مشروحه كانت باين في الكتاب اللي هو يبقى هو قال ان في رايت باندن برانش بلوك باترن اللي هو الار اس ار باترن في الرايت سايد ليفت شيست ليدز اللي هي في 1 وفي 2 رايت باندن برانش بلوك باترن ويز ليفت اكسس ديفيشن شون في الاي سي جي اوكيرز ان اوستم برايم الاتريال سيبتال ديفكت اور ايفي كانال ديفكت نيفر كومنت دي برضه حاجه خدناها لو تفتكروا سوري دي حاجه خدناها في الـ في الباس تيست سالت فيها الدكتوره يعني ليه برايمم وليه سكندم فاتفقنا السكندم بيبقى فيه رايت فينتريكولار هايبرتروفي البرايمم بيبقى فيه ليفت لان البرايمم بيبقى تقريبا معاه اي في اس دي فبالتالي اللود اكتر بيبقى على الليفت فينتريكل فبيحصل هم الاثنين هم الاثنين بيبقى فيهم رايت رايت باندل برانش بلوك بس السكندم بيبقى رايت اكسس ديفيشن انما البرايمم ليفت اكسس ديفيشن بالظبط ما هو هنا في رايت باندل ومعاه ليفت اكسس المفروض معظم الرايت باندل بيجي معظمهم بيجي رايت باندل رايت اكسس ديفيشن لكن هو عشان في ليفت اكسس ده معناته الليفت فينتريكل كبير اللي عمل بقى ليفت فينتريكل مع الرايت باندل الاي اس دي اللي هي اوسيوم برايمم مش سكندا لا برايمم تمام نيفر كومنت اباوت ذا فينتريكل رايت كنا قلنا سكندا لو رايت اكسس ديفيشن مع رايت باندل برانش بلوك يبقى ده يبقى ده يبقى ده سكندا لان سكندا بتبقى عاليه فوق في الجزء اللي Never comment about the ventricular hypertrophy if there is bundle branch better, bundle branch block better. If there is was right bundle branch block better with right axis deviation, you should have been seeking if secondum low R. يعني اللي هو secondum type of iterative septal defect. تمام. question 2 تمام 7 years old برضه فيسترزيشن 7 years old with systolic per wee in the second left intercostal space
along the sternal edge. The following result cardiac catheterization. قال إن السيفير ورفنا كافة طالع 64 والإنفير ورفنا كافة 68. عندنا الرايت اتريوم والرايت فينتركل والبلمونري ارتري غالبا متقاربين وعاليين طبيعي وعاليين عن السيفير ونفنو في الكاف. نعم يعني اعلى من المفروض الطبيعي يعني. اعلى من هم الطبيعي بتاعهم اراوند 65. يبقى كده في شنط على مستوى الاتريوم يبقى دي اي اس دي. لسه في تاني قال ان الليفت اتريوم 96 ده كويس والليفت فينتركل 96 ده كويس. وهيقول البريشرز بقى المانومتريك بريشرز الرايت اتريوم كان 3 الرايت فينتركل 55 على 2 يبقى كده عالي شويه. البلمونري ارتري يعني وزن نورمال وزن نعم ماشي برضو يعني رايت فينتركل ماشي وبرضو البلمونري ارتري يعني 21 على 8 هو يعني اراوند 25 على 8. الليفت اتريوم 4 مش البلمونري ارتري ده كده البريشر بتاعه نزل شويه لان هو نزل شويه لان هو وكمان مقارنه بالرايت فينتريكل ايوه انا قصدي كده هو قليل شويه لان هو المفروض بياخد البريشر بتاع الرايت فينتركل اللي هيحمى بالمرمى. طيب وال مش الميكروفون الليفت اتريوم 4 والرايت والليفت فينتركل 95 على 3. طيب احنا قلنا في يبقى كده اولا احنا متفقين ان في اي اس دي اللي عملت الاستبرايز بتاع الساتوريشن في الرايت اتريوم وفنتركل والبلمونري ارتري ومعاها تمام كده ومعاها البريشر. بالنسبه للبريشر يعني يعتبر عالي شويه في الرايت فنتركل بس في بلمونري كده ستينوزس علشان البريشر بتاعها قليل. نعم ليه هو بيبقى 25 على 8 هنا 21 على 8 يعني مش فارق كتير يعني ولا فارق شويه. هو انا قلت كده في الاول بس حسيت ان هو المفروض بياخد تقريبا بياخد البريشر بتاع الرايت فينتركل ولا بيبقى اقل شويه تقريبا. لا انا فاتحه عندي على الموبايل 25 على 8 يعني بيبقى مكتوب في صفحه 15. طب والرايت فينتركل الرايت فينتركل البريشر فيه الرايت فينتركل مكتوب ما هو برضه 25 برضه ماما هو كده يبقى هو رايت كده البريشر فيه عالي يعني الرايت فينتركل هو البريشر فيه عالي يعني مش عارف الرايت فينتركل 25 على 3 نورمال فاليو والبلمونري ارتري 25 على 8 تمام. هو احنا بس بنقول الفرق هو المفروض البلمونري ارتر بياخد البريشر بتاع الرايت فينتركل اللي هو طالع بيه بس يعني بالنسبه للنورمال فاليو ان هنا اللي هيعتبر العالي مش بتاع البلمونري العالي بتاع الرايت فينتركل ما هو يعني لو السكه على فرض ان السكه سالكه ما فيش بلمونري ستينوزس كان هياخد البلمونري ارتر كان برضه هيبقى عالي لان هو يعني هو كونكتد على طول كان هياخد ال 55 او هياخد منها مثلا على الاقل 50 هو خد اقل حتى لو كان هو في حدود النورمال بتاعه العادي بس هو ما خدش البريشر بتاع الرايت فينتركل ستينوزس وعامل باك بريشر وعامل ففي بريشر على الرايت فينتركل رايت فينتركل هايبرتروفي معايا مثلا يبقى كده في اس دي وبتاع اي اس دي ومعاها بالمونري ستينوزس مش كده؟ في حاجه ممكن تجمع ما بين الاثنين؟ يعني حاجه بتبقى في اس دي وبالمونري ستينوزس زي الحاجات بتاعت النونان والحاجات دي بيبقى فيها ممكن النونان بتاعت الحاجات دي مش فيها بيبقى فيها الاثنين بتاع بالمونري ستينوزس واي اس دي ممكن اتوقع مع بالمونري ستينوزس نعم عارف معايا اي سي ولا لا هو مع بالمونري ستينوزس بس مش عارف معايا اي تقريبا بيبقى معايا اي سي دي برضه ما هو الابنورماليتي احنا الابنورماليتي احنا قلناها هو الليجن ده البريشر والاكسجين في الرايت فينتريكل العاليين الاثنين
في الرايت اتريوم وفي الرايت فينتريكل وفي الـ وفي البلمونر ارتري كلهم الساتوريشن بتاعهم عليه. معنى كده يبقى حصل شانتنج على مستوى الاتريوم. الاتريوم حصل شانتنج يعني ايه اس دي؟ طب هات الاجابات يا دكتور علياء. قال ان هو raised right ventricular pressure step up when oxygen saturation in the right atrium pulmonary stenosis with atrial septal defect discussion there is step up there is step up or step down in the oxygen saturation at a particular level the shunting lower shunting level if there is decrease of pressure from one chamber to vessel نفس يعني suspect او denotes stenosis. يبقى هو حتى زي ما احنا قلنا برغم البلمونري ارت كان على يعني على النورمال بريشر بتاعه اللي هو في الطبيعي بس هو ما خدش البريشر بتاع الرايت فينتريكل عالي يبقى كده في بلمونري ستنوزس لانه لازم ان هو معروف ان الاورطه بيمشي مع الليفت فينتريكل وخاصه في السيستوليك والبلمونري بيمشي مع الرايت فينتريكل. تمام اتفضل يا دكتوره. طيب ما فيش حاجه لا ما يعني ما ربطش ما بينهم والبعض. هو قال ان في اس دي وفي بلمونري ستنوزس ما قالش يعني ما جمعش ما بينهم بحث حاجه يعني. قال تشايلد ويز هيديك عنده هيديك وعنده نكر ريجيديتي وعنده لو براد بريشر يعني هيديك ونكر لو براد بريشر يبقى مثلا عنده مننجايتس وسريبرو سباينال فلويد وسريبرو سباينال فلويد في لمفوسايتوزس شوجر لو كلورايد عالي جيف 3 بوسيبل دياجنوزس. ما هو جيف 3 نمبر 3 في عنده هيديك في هيديك ونكر ريجيديتي وعنده لو براد بريشر وقال ان في لمفوسايتوزس والشوجر قليل والكلورايد عالي. جيف 3 بوسيبل دياجنوزس اول حاجه التيمين بيبقى فيها شوجر قليل وبيبقى لينفوسايتوزس تمام البارشلي تريتد بكتيريال مننجايتس مرات بيبقى كده بيبقى فيها لينفوسايتوزس مع النيتروفيلز وبيبقى الشوجر قليل عشان هو بكتيريال بس مش عارف حكايه الكلوريد على دي هو تريتد مع لينفوسايتس عاليه ليه الليمفوسايت بتبقى عاليه مع البارشال تريتد بيبقى 50% ل 50% بس هو ما جابش بس بيبقى مع شوجر لو يعني انت عايزه بس بيبقى مع شوجر لو هو يعني عايز حاجات الفايرال بيبقى معاه شوجر نورمال مش لو مش كده ايوه صحيح هو البارشال اللي زي ما قلت الهنت فيها انها ممكن تحصل سيلز يعني لكن ممكن الكلشر تكون نيجاتيف فدي بس عشان كده اهميه انك تعمل كلشر حتى اذا كان البيشن بارشر تعمل ال بي يعني عشان تديك هنت. تمام لو هو ده قال تشايلد كنت اقول لك ان النيتال مجازف بالفوسيتوز ايه الحاجات اللي بيبقى معاها الفوسيتوز الثانيه الحاجات بتاعه الفانجل انفكشن بيبقى معاها الفوسيتوزس الفنجل ممكن يكون والفيروس الفنجل يبقى فيه لينفوسايتوزس او ممكن الفيروس بس الفيروس مع لينفوسايتوزس بس الشوجر بتاعه بيبقى كويس ولا شوجر مش بيبقى صح. مش بيبقى له ايوه يعني له بسيط يعني مش هم كانوا بيقولوا المامس مش عارفه حاجه تاني كانت من ضمن الاكسكلوجنز بتاعت الفيروس انفكشن الكلاسيكال بيكتشر بتاع سي اس الهيربس الهيربس الهربس بيعمل الهربس بيعمل له شوجر انا مش فاكر يعني هل هو فعلا بيعمل له شوجر اكيد متهيألي بيعمل له شوجر يعني هو مش عايز يزود النيتروفيلز ده كان لو بيكون على
على ال 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 اللور أمين على الهير لو. يعني على على اللو نورمال يعني. أيوة. وأحيانا طبعا إذا كانت very nasty infection وكده حتى أحيانا كان كوز يعني ماها very standard أنك تتلاقي في كل الأحيان إنه لايك نورمال شوغر. يعني بس هو أكتر في البكتيريا. لكن يعني. لكن المهم في السناء في في الموضوع أنه تلينكيت مع ال الإي سي جي يعني وتشوف ويتش مش كده. لا مش دابل مش دابل سي جي ده السي جي ده صار رابع ده الصول الرابع الاي سي جي مش دابل. اوكي يعني دي حاجه ديفرنت ما عندهاش علاقه بالاي سي جي. لا لا ده هو الصول لوحده اللي هو الصول رقم 3 دوت يعني هو ادالك السي اس اف بيكتشر ديت وبيقول لك ادي ثلاثه بوسيبل دايجنوزس. احنا قلنا التي بي وقلنا البارشلتيليتيك بكتيريال مننجايتس وقلنا يعني في يعني سم فايرال انفكشن زي ما انت قلته. في حاجة تاني ممكن تعمل لينفوسيتوزيس والفانجل الفانجل ما تعملش برضه والفانجل والفانجل قلنا لينفيا لينفوسيتوزيس هو مش جايب البروتين حاجة عن البروتين قال التبركلس منينجايتس بارشال تريتد بايوجينيك وفايرال منينجايتس الثلاثه يبقى التبركلس منينجايتس وبارشال تريتد بايوجينيك منينجايتس والفايرال منينجايتس لينفوسيتيك بريدومينانس ان ذا سي اس اف كان اوكير ان تبركلر منينجايتس فايرال منينجايتس اند بارشال تريتد او الايرلي ستيجز اوف بايوجينيك منينجايتس. هو على اساس ان هو يعني على اساس ان هي على اساس ان هي اللي بتاعت الهايبو بتاعت اللي هي بس ازاي الايرلي بايوجينيك منينجايتس يعني تعمل لينفوسايتوز مش بيبقى فيها نيوتروفيلز. يعني الايرلي النيوتروفيلز دول اللي بتبقى بتاع ده بتبقى فيها الليمفوسايت يعني هما دايما بيقولوا كده ساعات بيقولوا انها 10 حتى هو كان دايما بيجي اللي هو مثلا يقول لك يعني مثلا 70% 30% حاجه زي كده 80 20 بيبقى فرضه حتى لو هي بكتيريال بيبقى فيها لينفوسايت يبقى في الاول بتبقى فيه لينفوسايتوز بريدومينانس. طب هو مش جاي طبيعي بس هو قال ان الغريب ان الفايرال مننجايتس بيعمل برضه له شوجر كده يبقى معناه انه بيعمل هو جاي معنى كده ان هو بيعمل يعني اي انفكشن يعتبر اي انفكشن الكلورايد العالي ده ملوش قيمه على فكره ممكن الكلورايد العالي ده حاجه بتاعت اللي هو مثلا انفكشن نفسه يعني حاجه بتاعت الانفكشن بتاعت اللي هي الانيروبيك ميتابوليزم دورت بس هي مش حاجه مهمه ما حدش بيطلبها في السي اس يعني ما بنيش سي اس ما اظنش ان عمرنا طلبنا كلورايد ولا حد طلب بيبقى ديكريز في التي بي منينجايتس والبكتيريا منينجايتس بيبقى ديكريز الكلورايد في السي اس اف. هو قال ان هو تكريست في السؤال في السؤال جاي بريز بس انا دورت عليه دلوقتي على جوجل إيه. هو ملوش علاقه يعني على فكره مش بيطلب انا مش عارفه هو ليه جايبه بريز او هل له علاقه انه لما يبقى بريز يبقى في حاجه هل حد قبل كده طلب سي اس اف وطلب فيه كلورايد او لا من المعمل كتب له في الكتاب ده يعني اساسا ان هو عامل يعني كومنت عن الكلورايد في السي اس اف البروتين والشوجر فوسايد هما دولت اللي بيطلعوا البروتين مثلا شوجر لكن هو كمان حتى في الانسر مش معلق على كله كتير اهي من غير كتير خلاص نعمل نفسنا مش شايفينه السؤال بالظبط كده زي السؤال الرابع اللي احنا نعمل نفسنا مش شايفينه برضه دلوقتي يعني احنا عرفنا اللي هو واضح شويه جايب لنا واحد انا يعني لا دي عشان في جويتر مثلا ممكن هنقول فيها ايه تاكيكارديا مثلا ولا ايه هتطلع ايه لا ده فيها يبقى فيها براديكارد المسافات واسعه يعني ده مربعين كبار والفولتج قليل والفولتج قليل طب نقرا السؤال يمكن نعم طيب هو فعلا هو هايبو ثايرويد هو هايبو سوري بس السؤال اللي قبله طلعت السي اس اف من السرفايفل جايد فعلا كاتب ان المانس مننجايتس از ان اكسبشن اوف ذا فايرال مننجايتس اند سي اس اف جلوكوز از اوفن لو المانس يعني المانس مش عامه مش كل الفايرال
المامس اكسبشن من الفيرال، هو معاه الليمفوسايتوزيس بس الجلوكوز بتاعه لو فعشان كده هو ظهر كتب فيرال مننجايتيس بس ما فصلهاش. بالنسبه للهربس كاتب ان هو هربس سيمبلكس انكيفالايتيس ذير از هيموراجيك انكيفالايتيس اند ذا سي اس اف از اوفن بلاد ستيند. ده في الهربس يعني هو دي بس معلومه زياده يعني. لا بس نعم. يعني هل العيال اللي معظم الاولاد اللي بيبقوا فايرال مثلا بيبقى بلاد ستيند ولا في بعض الحالات وحالات مش كلهم بيبقوا هيموراجيك؟ هل كلهم لا لو بلاد ستيند في الفايرال يبقى ده تروماتيك تروماتيك بروسيجر. هو تروماتيك برضه يعني الدكتور محمود بيقولوا اذا كان مثلا الار بي سي يعني اكزيدنج مثلا السيرتين نمبر يعني مثلا ايكوال لايك 500 مثلا وايت بلاد سيلز، اذا كان النمبر حق الار بي سي مور more than equaling الفور أو 500 بالنسبة لوايت بلود سيلز لما تحسبها يعتبر دروماتيك. وبعدين لكن لكل 500 هي بالظبط. حتى ال HSV ممكن يكون في الفيرست 24 hours 48 hours أو 72 hours أحيانا ممكن you might not find RBCs بالنسبة له. تقصد في النيونيت إذا كانت يعني؟ إذا كانت أحيانا بتحصل كده، وإذا كانت very early sample مزبوط. very early sample ممكن ما يكون فيها RBCs، لكن هو من بين الفيروسات أكثر واحد مشهور أنه ممكن تكون تلاقي فيه RBCs موجودة وفي في السامبل يعني عشان زي ما قلت لهم مراجعين. تقصد الهربس سيمبلكس؟ أيوة الهربس سيمبلكس exactly. تمام. طيب السؤال نمبر 4. نعم لا هو في V1 كده وهي ال ده شكل كده يشبه حاجه كده دورساه حاجه كده كنا بيسموها ايه. هو هنا بيقول ان في جويتر فده غالبا هايبوثايرويديزم عامل لو فولتج في كل الليتس ده ماشي مع الهايبوثايرويديزم وعامل برادي كارد شويه. هنا الجزء ده نازل ليه؟ ليه نازل هنا الحته دي نازله ليه على الصوت؟ مش برادي ليه نازله كده؟ متهيألي ده حاجه بس في المانوفر بتاع الاي سي جي لانه في مثلا في ليد 3 كان في حاجه كده بس في التاكيكارديا باين اللي هي اسمها مش عارفه دورساد وحاجه كده مش بتاعت اللي كنا بيدوها مغنيسيوم في التريتمنت بتاعهم كان بيشكلها لا تورسادس دي بوينتس دي في الفنتريكولار تاكيكارديا تاكيكارديا في الفنتريكولار تاكيكارديا بتاع العيال اللي عندهم دراوننج بيبقى في العيال اللي عندهم دراوننج وبتاخد مغنيسيوم سلفيت في التريتمنت بتاعهم بيكون شكل بيكون هاي امبليتيود مش كده مش كتب كده بيكون برود كده كيو ار اس كومبلكس بس دي براديكارديا دي براديكارديا يعني من الار للار وعديناها سمنه 300 مثلا هيبقى على يعني في مربعين مثلا بين الار والار هو ده مش برادي مش برادي مش برادي مش برادي بس هو بس هو لو فولتج في كل الليتس يعني لو فولتج يعني صح تمام hypothyroidism discussion this type of ECG showing low voltage trace can be occur if there is incorrect standardization or in obesity pericardial effusion in constrictive pericarditis and in the hypothyroidism. يعني هو عايز يقول ان low voltage ECG تبقى موجودة في الحاجات لو في incorrect standardization في ال obese patient في ال pericardial effusion وفي ال constrictive pericarditis وفي ال hypothyroidism. طبعا والهايبوثايرويديزم كده ما يبقى يعني كده ست كوزز اللي هي الباستيو بريكاردر فيوجن وكونستركتيف بريكاردايتس والهايبوبيتيوتريزم والهايبوثايرويديزم بس يبقى هو عمل بس كومنت على الفولتج بس بتاع طيب هو فعلا ما فيهوش برادي كارد. طيب الاي سي جي طلع سهل هو برده كويس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم 17 years old male with pyrexia, vomiting and photophobia for 3 days duration was treated with aspirin only. CSF pressure 200, cells
30-70% بولومورفس و 30% لنفوسيتوز لنفوسايتس. البروتين 100، الشجر 60، نو اورجانيزم ان جرام ستين. What is the most likely diagnosis and what is the other three diagnoses to be excluded؟ هو خد انتبيوتو في الاول، ما خدش لا ما خدش انتبيوتو، يبقى هو عنده بيريكس وفيتوفوبيا، يديت حاجات بتاعت الهيبوتايتس يتعالج بس عالي بس مش قوي، بس عالي برضه 100 البروتين هو نورمال كام يعني. احنا كنا عارفين اللي هو اللي هي 0.04 تقريبا او حاجه زي كده، يعني اللي هي يعني 40 40 يعني يعني 40 شكله بيقصد. بس التي بي، التي بي ممكن توصل 400، التي بي ممكن بتوصل 400 يعني 400 300 تبقى اعلى كده، بس يدخل منها برضه يعني. طب ليه دي مش مش بكتير عشان مفيش بكتيريا عندك ممكن جرام ستين، الجرام ستين كانت تاخدها البكتيريا، هي يا تي بي يا فيرال، هي التي بي لا فيرال يعني هي بس التي بي مش هيبقى 70% بوليمورفس. لا هي ممكن تبقى الجيمبري بس هو مش جايب لي تي بي، وممكن تبقى تي بي برضو يعني مش جايب لي البروتين، مش جايب لي حاجه عن البروتين، بس هلا جايب اهو ثانيه. بص هو البروتين بيبقى عالي في التي بي وعالي في الجيمبري برضو، بس الجيمبري ما بيبقاش فيه سيلز خالص، والسيلز الطبيعيه 3 ف 30 ده حاجه سيليف كانت بالنسبه لي، ما بيبقاش فيه سيلز. في الجي بي اس بيكون في حاجه اسمها البيومينو سيل ديسوسيشن، ما بيكون في سيل، في هاي بروتين ولكن البروتين عالي بس ما فيش سيلز. ايوه البيكشر عاده مش ما بتكون زي كانها مننجايتس كده، مش في حاله الجي بي اس الا احيانا في الاي تيبيكال، يعني تجيك في يعني زي كانها يو ار اي سيمتومز وزين البرزنتيشن، لكن هي الغالب يكون لايك بريسيدد باي 2 ويكس ولا 3 ويكس بالسيمتومز، حتى بعدين تجيك الويكنس البروجريسيف يعني اسندنج ويكنس. طيب ليه مش فانجل هو موست لايكلي تي بي مثلا ولا برش التي بي؟ الفانجل ما بياخدش جرام 60 ممكن، بس برضو بس الفانجل مش هتبقى بوليمورفز اللي هي بريدومينانت. هو هنا مد البرودومينانت اللي هو 70% بوليمورفز، يعني هنقول موست لايكلي باكتيرنجايتس مثلا. لا بارشيال تريتد، بارشيال تريتد يا جماعه، بارشيال تريتد نو اورجانيزم ممكن. هي يعني لو هو ما جابش سيره ان هي خدت انتيبيوتيك، بس هو لو كان جاب او بس هي فعلا هي دي بتاعه اللي هو البارشيال تريتد بكتيريا المينجايتس، يا اما رقم 2 تبقى تي بي او يا اما رقم 2 تبقى تي بي او بعد كده الحاجات اللي احنا لازم نكسكلود بقى اللي هي ممكن تبقى يعني الحاجات اللي احنا قلناها كلها، ممكن تبقى فايرال انفكشن، ممكن تبقى فانجل انفكشن. بارشيال تريتد ده مش لازم ياخد انتي بايوتيك المفروض، وانا بقول تريتد ويز اسبرين اونلي اونلي، يبقى هو عايز يقول كده يعني تبقى تي بي يعني ممكن. انا شايفها ممكن تطلع تي بي. تمام بكتيريال مننجايتس، بكتيريال على طول مننجايتس ما قالش ان هو يعني بكتيريال يعني بكتيريال وخلاص بكتيريال سيريبرال الحاجات اللي هي لازم تبقى اكسكلودد ممكن تبقى سيريبرال ابسيس، ممكن تبقى ايرلي تيبركلس مننجايتس والكريبتوكوكال مننجايتس. تمام ديسكشن ات از امبورتنت تو نوت ذات جاست از ان ايرلي بكتيريال مننجايتس وي كان جيت لينفوسيتيك ريسبونس.